ادعوا ربكم أمر، والدعاء هنا يدخل فيه دعاء المسألة ودعاء العبادة، يدخل فيه دعاء المسألة ودعاء العبادة. دعاء المسألة الكل يعرفه، وهو اللهم ارزقني، اللهم اشفني، اللهم عافني، اللهم أعطني، اللهم وفقني، هذا دعاء مسألة، إن الإنسان يطلب أشياء من الله تبارك وتعالى. أما دعاء العبادة فهو الذي نمارسه دون أن نتكلم في موضوع الدعاء، صلاتنا، صيامنا، زكاتنا، حجنا، دعوتنا، برنا، صلتنا، كل شيء نفعله. إذا سألك سائل لماذا تصلي، لماذا تصوم، لماذا تتصدق، لماذا تذكر الله، لماذا تقرأ القرآن، لماذا تحضر دروس العلم، لماذا لماذا لماذا، تقول أريد الجنة، هذا دعاء المسألة، هذا دعاء العبادة، وهو أنني أعبد الله رجاء أن أنال الجنة، فهذا دعاء العبادة، هذا دعاء العبادة، هو متضمن للدعاء. ذاك لو سألك عد لماذا تفعل هذا، تقول أريد الجنة. إذن أنت تفعل هذا كأنك تقول فأعطني الجنة، فارزقني الجنة، فأدخلني الجنة.